عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم ولأسرة ديزرت فورس محمد ميرزا، تيم ميرزا كعامة جميعا، وعرب سميمي زاهي والشباب كلهم تيم ديزرت فورس. رجعت لكم بقوة أغى من قبل، عندي توقعات يعني الله أعلم، بس إن شاء الله توقعات تكون مضبوطة 100%. أن المباراة الجاية اللي على التايتل ما بين سلوادي جليدان راح تكون، أنا أحس أنها راح تكون مباراة قوية. ثنتم الوزن معروف 66 سرعة، قوة بوكس تفتح الوجه هذه يعني نادر ما تحصل على وزن 66، فتحتاجون السرعة. عزيز جليدان ركز على الموتاي، سلوادي ركز على الجودتسو. محمد غرابي وحجاجي مباراة حلوة تكون قوية، أنا داري فات 77 مو شيء بسيط. تحياتي لكم يا شباب، وانا يعني على احساسي ان يعني انا اسف حجاجي، انت ما شاء الله عليك بروفيشنال فول توب، لكن غرابي ما شاء الله يعني في قوه، وانت ما شاء الله عليك ايضا حجاجي تمام. توقعاتي غرابي هو اللي راح يفوز يعني. اما كركي وعنتر، عنتر انا ما شفتك مباراه عنتر، لكن اتمنى لك التوفيق، لان كركي ما شاء الله عليه لاعب قوي، بس ناقصك يا كركي كيك بوكس، وانا عارف ان انت راح تجيبها 100% ان شاء الله. واتمنى بعد لعنتر ايضا توفيق، وبعد مين بعد يا ربي، انا ما ادري كم واحد على التايتل، لكن تمنياتي لكم بالتوفيق جميعا. ون منت بسوي تست شويه مع واحد، المهم لما علينا نرجع مره ثانيه. تمنيت لكم التوفيق. علي النعيمي راح يرجع بقوه يا شباب، راح يرجع بقوه علي النعيمي يا شباب، شوفكم ان شاء الله. وانا اختفيت يا جماعه.